السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة يعمل فرق، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا محمد فتحي. بداية أحب أوصف بس القناة اللي بيتفرج عليها لأول مرة، مهتمين بفتح الشحنات واستلام شحنات بتيجي من بره، بنشوف إيه اللي فيها وبنوصل لكم أو بننقل لكم الخبرة اللي تمت عن طريق التجربة ديت، وبنحاول إن إحنا بنسيب لكم روابط للحاجة إذا كانت عجبتكم، بنسيب لكم روابط لنفس الموقع أو روابط للشراء من نفس الموقع تحت في مربع الوصف. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللي اول مره بيشوف القناه وما اشتركش لغايه دلوقتي يا ريت يشترك في القناه، وما تنسوش اللايك وتفعيل رمز الجرس عشان يجي لكم اي تنبيه باي فيديو جديد واي شحنه بنفتحها مع بعض. جاهزين نبدا سوا؟ يلا بينا. ادي يا جماعه الشحنتين، شحنتين كبار، تمام، جاهزين نفتحهم سوا ونشوف ايه اللي فيهم. ادي واحده وادي الثانيه، تمام. طيب معلش هنضطر كده بقى ايه نشيل واحده ونبدا بواحده واحده. اوكي معلش يا جماعه اسكتوا، سامعين خبط او رزع، ف ده في اصلاحات معلش في الشارع بره، فمعلش سامحونا اذا كان هيزعجكم شويه في الفيديو. طيب نفتح ونتوكل على الله. بسم الله. يعني الكرتونه تقيله جدا يا جماعه ومنفوخة من كل حتة، تمام. مش عايز اطول عليكم، يا رب تفتح ايه بسرعة. طبعا الحاجات دي يا جماعة بتبقى من موقع علي اكسبريس، خلاص، والشحن بيوصل لغاية باب بيتك بس دوت في دول الخليج، تمام، السعودية، الكويت، الامارات. الناس اللي بتسألني من مصر مفيش توصيل لغاية البيت في مصر، لازم بتروح تستلم من الجمارك أو من البريد. تعبتني بصراحة. طيب جاهزين. طيب اهيت. تعالوا نفتح كده ونشوف كده حاجة مع بعض. هي دي ايه؟ نعمل ده كده شوية ديت عشان يبان في الكاميرا بشكل كويس. دي شنطة ايد زي ما انتم شايفين باللون البني، لون البني الغامق، واضح في الكاميرا ولا لأ؟ عقبال ما ربنا يكرم ونجيب كاميرا بقى كويسة، معلش سامحونا وتحملونا الفترة ديت. ده نوعية الجلد اللي معمول منه الشنطة، شايفين؟ طيب تعالوا نتفرج عليها كده واحدة واحدة. فيها جيب خارجي، حجمها كويس، شايفينها كده في ايدي اهو، في جيب خارجي بكبسونة يتحط فيه اي حجم واي مقاس لاي موبايل او جوال، تمام، اهو شايفين هياخد مقاس قد ايه عشان يبقى واضح معاكم اهو. بصوا اي حاجة من الحاجات دي تقدر انك انت تحطها او تحتفظ بيها في الجيب الخارجي اللي بيكون طبعا سريع انك تقدر توصل. طيب تعالوا نفتح اول سوستة الكبيرة ديت ونشوف ايه اللي جوه. في هنا جيب سوستة، كده قفلته تقريبا اهو، وفي متقسم هنا تقسيمه، وديت اللي بتعلقها هنا الخامه. مبدئيا يا جماعه الخامه كويسه وتقدر تشيلها منها بالشكل ده كده، واصله لكم. طيب ده الجيب، تعالوا نشوف الجيب الأخير ده في ايه. الورق، غير الورق طبعا، جيوب هنا يعني اعتقد للعملات المعدنية، وهنا مثلا هيكون عاملينها كمان حاطين عليها حرف جلد، هي مش مقطوعة يا جماعة بس متخيط عليها حرف جلد
عشان يدي قيمة للشنطة. وهي بصراحة الجلد بتاعها ملمسه واللون فعلا تحس ان هو يعني حاجة كويسة. طيب في جيب في الظهر كمان اهو شايفين، طبعا دي بتبقى جيوب سريعة انك توصل ليها، سواء الجيب اللي ورا او الجيب اللي بكبسونة اللي قدام. ديت شنطة جلد، شنطة ايد، دي كان اللون البني. تعالوا نشوف كده في الوان منها تاني ولا لا. ده اللون الاسود منها، وادي الجلد بتاعه. تنسوش يا جماعة بسيب لكم الروابط تحت الفيديو للي عايز يخش يشوف تفاصيل اكتر، يشوف تفاصيل الشحن لغاية مكانه في البلد اللي هو فيها. لو مفيش شحن سريع او عليك سبريس دايركت اللي بيوصلك لغاية البيت، يبقى فيه هيكون شحن عادي، ممكن يكون بمصاريف او ممكن يكون بغير مصاريف. تمام، دي كانت الشحنة الاولى، هي عبارة عن نوعين من الشنط، الشنطة البني والشنطة الاسود. تمام، طيب تعالوا نفتح الشحنة التانية ونشوف كده مع بعض ايه اللي فيها. انتظروني انا جاي اهو، وصلت. ديت الشحنة التانية، تعالوا نفتحها السريع. ديت برضو شنط، بس شنطة ظهر. تمام، نفتحها ونشوفها مع بعض كده ونقيمها. التقييم بالنسبة للشنطة الأولانية يا جماعة اللي فتحناها بصراحة تقييم رائع، وأنا أنصح بيها وهتدعوا لي. طيب زي ما قلت لكم ديت شنطة ظهر، جلد برضو، خامة الجلد كويسة، العرض بتاعها عشان يكون واضح بالنسبة لكم. طبعا مقفول بالحزام ده، هذه من تحت. شايفين الجلد، والظهر هنا بيكون قماش متبطن، وحتى اليدات جلد وظهرها من القماش المبطن. تعالوا نفتحها من جوه كده ونشوف كده خباياها. يعني في جيب واحد كده من بره، تعالوا نشوف الباقي. طبعا انا مش عارف افتحها لان الحزمة ديت مقفولة ومضيقينها. طيب خلينا نشوف كده من جوه تكون واضحة بالنسبة لكم. في مكان هنا لو في ايباد، في لابتوب، تمام، ممكن مقاس 14 انش 14 بوصة، بيدخل معاك هنا في الشنطة. تمام، ده في الجيب اللي هيكون في الظهر ده كده، والظهر متبطن يعني مش هيتعب ظهرك ولا حاجة لو انت او انت شايلاه. وفي هنا جيوب يعني زي ما تقول كده تقدر تحط فيها كروت او بطاقات. تمام، الشنطة كبيرة من جوه. دي يا جماعة حجمها، يعني تقدر تتحرك بيها بشكل يومي، بشكل بطريقة سهلة، وفي نفس الوقت بالشياكة اللي حضراتكم شايفينها ديت
الجلد واللون الرائع. تعالوا نشوف الثانيه. ظهري برضو اهوت مبطن، دي اسود لعشاق بقى اللون الاسود الامبراطور، يعني اللي بينفع في اي حاجه في اي مناسبات، في يعني ديت لي لوازم الدراسه بصراحه، لوازم المدرسه الجامعه النادي كل الكلام دوت، الشنطه هتكون تنفع لي بشكل كبير. الجلد زي ما قلت لكم الخامه يعني انا ماسكها بصراحه ممتازه، التصميم بتاعها شكله جميل جدا شخصيا عاجبني. تعالوا نفتحها كده برضو على السريع كده نأمن كده عليها ونشوف الحجم عامل ازاي. نفس التقسيمة بتاعت التانية، الظهر بأستك هنا عشان لابتوب او الايباد بتاعك. تمام، دول كانوا شحنتين النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، التجربة كويسة، ولو حد عجبته أي حاجة من الحاجات دي بيقدر ينزل بيشوف الروابط تحت الفيديو في مربع أو صندوق الوصف، تمام، بيدخل عليه يشوف تفاصيل أكتر، أسعار التوصيل الكلام ده كله هيكون موجود في الروابط اللي موجودة تحت الفيديو. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان أي شحنة جديدة تاني جاية إن شاء الله بنفتحها قدام الكاميرا. مع السلامة.